ما حكم الدعاء في صلاة التراويح؟ وما صحة حديث رفع اليدين في الوتر مع ذكر الأدلة؟ أما الدعاء في صلاة التراويح بتلك أو بذلك التطويل فبدعة بدعة بدعة. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم حسنا أن يقول: اللهم اهدني بمن هديت، وعافني بمن عافيت، وبارك لي بما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. ومرة سمعت وأنا في البيت في بيتنا شريطا لولد صغير، نعم، كأنه يتغنى: اللهم اللهم اللهم. فماذا حصلت بيننا؟ معركة في البيت، أبغي أخذ الشريط وأكسره، وهم يقولون: ليس بشريطنا، ليس بشريطنا. وبعد العمي ماذا؟ الحمد لله أخذته وكسرته. أي نعم، ضجرت ضجرت وأنا أسمع يا أخوة في قضية هشام، قضية الخليج، فضجرت وأنا أستمع: الله متى ينصر، متى متى. وبعدها ماذا يا إخواننا؟ وهكذا ما يحدث في الحرمين من ذلك التطويل ليس مشروعا، ليس مشروعا. فماذا خير الهدي؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما رفع اليدين فإنه من طريق عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، وهو ضعيف رفع اليدين في القنوت. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد، جاء في مسند الإمام أحمد نعم، من حديث أنس يا أخوان، من حديث ابن عمر، من حديث أنس، ولكن أصله في الصحيحين وليس فيه رفع اليدين، فنحن في شك من ثبوتها. فنحن الآن على أن رفع اليدين في دعاء القنوت ليس بمشروع، والله المستعان.